هذا مخطط هذا اشترى حق اللي قلت لك انا ايه ايوه انت كلام وصل له انا يومين انا صلى طيب هذا وشو هذا غلط رجال مجلس رجال ايوه هذا باب هنا هذا حمام برا طيب. هذا غسالة هذا باب هذا نفدارك انت رص... يعني هذا مقلط هذا مصحون يعني بزعمك هذا قلط هذا صحن ايه هذا صحن ايه هذا هرمة هذا مدلس ربحنا طيب هذا مصورة ولا استراحة هذا استراحة يعني من هنا يدخل الرجال ايه هذا الرجال هذا وعلى الصلاة وعلى الصحون ايه صحنين يبون لهم تاكسي من هنا يمصلون لو يمشون على قليها ولا ما يصلوا بمطلق وربع علم فتن تبدو انتظارك شاب لك قاز مصلحه لا ما بيقص هذا بعدين فايدة فايدة طل عدى المخطط هذا عدلت المخطط مصورة ايه مصورة انت كلم ما في كويس انا تاني مخطط تصلح حلو هذا مخطط ايه ايه هذا خف بعير ولا مخطط وش خف بعير خف بعير ما تعرفه يعني استراحة يعني الحين انت يعني الحين انت مسوي انك معدل الحين ها طيب معنا ندخل معنا وين البوابة هذا بوابة بعدين هذا مجلس ايوه رجال مجلس هذا بابينا ايوه هذا قلت هذا وش صغيرات هذول هذا صحن لا والله صحون ايه صحون وراي ايه. طيب بعدين هذا باب موجود هذا حارم مجلس يا تبدلي ما تبدلي هذا باب ثاني يعني ماراثون هو يعني ماخذينه سباق كلنا هذا شليله من هنا حريم ورجال ايوه كم هذا غسالة هذا باب موجود هذا صغير غرفة هذا الطيب هذا فوطة طيب يدخل الباب هنا طيب ليه ما تحطه ما سمحت خليهم ياخذونه فراشة يعني تحط هذا المروشة طيب بعدين يدخل النهل أيوة. والله لا يدرون بك حقي نكسور ثاني ياخذونك انت وراتبك 50,000 اي كم هذا بعدين بعد حاطين موقف سيارات هذا وش هذا جبروبة حلو ما سيم هذا وهذا جيبه بزاد حر العشاء اقول يا مال مدير اللي يدير راسك يعني ودارك هذا مخطط الصراحه هذا اسطبل الخيل ما هو حق هذا اشترى جديد صلاح